مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من إيماجون ستوديو. اليوم رح نحكي عن تصوير الفيديو، ومن أهم عوامل تصوير الفيديو هو ثبات الصورة وعدم اهتزازها، عشان هيك رح نحكي عن موانع الاهتزاز والاستبلايزر. اليوم رح نحكي عن موانع الاهتزاز من شركة موزا العالمية. طبعا شركة موزا عندها سلسلة رائعة من موانع الاهتزاز، بس اليوم رح نحكي عن موزا ايركروس اللي هو يعتبر الجيمبل أو مانع الاهتزاز الأقل سعرا من هاي الشركة. رح نعمل عليه تيست، رح نشوف ايش قدراته وايش ممكن نطلع منه فوتج أو مقاطع فيديو سينمائية في طابع سينمائي، أو خلينا نحكي بطابع احترافي أكثر من التصوير بدون مانع اهتزاز. وهلا خلينا نشوف سوا ايش المواصفات والمميزات لهذا الجيمبل. راح نستخدم مع الجيمبل كاميرا مميزه جدا من شركه لوميكس باناسونيك اللي هي جي 7، وخلينا نشوف مواصفاتها سوا. وهلا بعد ما ركبنا الكاميرا على الجيمبل طلعنا على الشارع قدام إيماجون، راح نجرب الجيمبل سوا. طبعا الجيمبل هيك شغال وراح نشوف ايش النتيجه راح تطلع. وهذا تقريبا كل اشي عن الجيمبل. ان شاء الله تكون الحلقة عجبتكم، واحكولنا بالتعليقات ايش المعدات اللي حابين نحكي عنها في المرات الجاية. شكرا.